حقيقة الضيف المصري انت حسين داي دخل بالتشكيلة الآتية في حراسة المرمى الحارس الشاب حارس الفريق الوطني للشباب مسعي، في الدفاع من اليمين الى اليسار عندنا نعيمي، عندنا غرناوت رقم 3، قسطالي رقم 4، بلعرج رقم 5، ومحمديوي رقم 6 في الوسط رفقة أشوفون، وفي هذه الأثناء السيد بندادة مراد طاقم الرياب كل من جوال ومزيان وعثمان. بالنسبة للحراسة قلت نجد الحارس الدولي بن عبد الله، في الدفاع رقم 2 رحو سليمان، رقم 3 حدو مولاي، رقم 4 بوحة الشيخ، 5 بلعطوي العائد بعد مقابلتين تغيب خلالهما، والانضباط في التدريبات والعمل وقفة قوية. ومسعي الحارس يقول الحكم 6 أمتار ما المساج، قلت على ذلك اسم الزاني كما ذكرت مؤخرا. حدو مولاي مرفوعة وهدف لا في الوقت اللي اللاعبين كانوا توقفوا، واحد من المتفرجين كان قال لعبوا يعني حقا. اولا اللعب الفردي نتاعو وصعب على الحارس بن عبد الله ويبعدها الى ركنيه بعد تنفيذ هذا الخطا. من جديد شريف، كرات عن طريق الشريف وبوكساسا، ثم خريف اللي يطلع يدعم دفاعه، لقطه خطيره وهدف لا كاد قايد او مصابح وجها لوجه مع الحارس مسعي، لكن كرته تمر بعض السنتيمترات فقط. كذلك ولو من حين لاخر ومباشره من جديد، وصعبه صعبه حقيقه حقيقه. نقدر نقول هنا الحظ الحظ حقيقه فارت وانهت البطوله في الصف الثاني، كانت فازت بالكاس مع ذلك. وهدفنا في هذه اللحظات بالذات، الهدف ياتي عن طريق بوكساسا اللي اصبح الان يعتبر من الهدافين تاع فريق مونديال طهران بعد اللاعب ذكي نقدر نقول من علي مصابيح، اللاعب الدولي اللي اصبح يتحرك اكثر خلال هذا الشوط الثاني وما بقاش في مكان قار، استطاع ان يوجه التمريره المناسبه اللي وجدت بوكساسا وبالتصويبه القويه شاهد من خلال إعادة التصويبة القوية نتاع بوكساسا قويدر، توصل الكرة وتزور بذلك مرودية وران شبكة الحارس مسعي. مصابيح على الجهة اليمنى يلتحق بالكرة، مراقب باثنين من المدافعين، يفتح ناحية بنزرقا في كرة جميلة وهدف ثاني بالفعل. لقطة جماعية جميلة بين مصابيح اللي مرر اليوم كرتين ثمينتين، ما سجلش لكن مرر كرتين ثمينتين، الاولى لبوكساسا لمضى بها الهدف الاول، وهذه اللقطه الثانيه اللي راح ربما نشوفوها بالاعاده حتى الجمهور الرياضي شوف هذه هربه من مصابيح مراقب من مدافعين، يمرر ناحيه بنزرقا اللي وقف كورتو ثم بحذفه قويه، معروف بنزرقا عليه بانه قذفت قويه، يمضي الهدف الثاني في الدقيقة 27 أو 28 من الشوط الثاني. إذا تصبح هدفين مقابل صفر بعد هدف أول من بوكساسا، وهذا الهدف الثاني والإعادة عن طريق بنزرقا رضوان رقم 8 بالتصويبة القوية الأرضية المصوبة. هو اللي أقرب إلى الموقف وبطاقة صفراء، ثم هدف ثالث، هدف ثالث من دون أي تعليق. هدف ثالث جميل روعة حقيقة في التنفيذ، ونشوف ربما الإعادة مع عمر بلعتي. ما يلزمش تعليق كبير لأن الصورة سهلة واضحة وملونة في أغلب الأحيان خصوصا داخل الميدان.